بعت بنتك بكام يا هند؟ انا ما بعتهاش ولا حاجه يا بابي، هو اللي متمسك بيها زياده عن اللزوم. خلاص سبتها له. خلاص سبتها له؟ جوزك ادالك كام؟ رد عليا قولي لي. 1,000,000 جنيه. بس على فكره ده حقي، حقي الايام السودا والسنين اللي انا عشتها معاه، وانتوا ولا حد فيكم حاسس بيا. 1,000,000 جنيه؟ انا افتكرت ادالك 2-3 مليون جنيه. هو ده بس اللي فارق معاكي؟ ادالها كام؟ الله، ما دام عايز البنت ما ياخدها. ياخدها بس مش بالطريقه دي. شكلك ايه قدامه دلوقتي؟ شكلك ايه قدام نفسك لما بتبص لنفسك في المرايه؟ جرى ايه يا صلاح؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ ما هياش مصيبه يعني. هو في مصيبه اكتر من اللي حصلت دي؟ بقول لك ايه، حالا ترجعي الفلوس لجوزك. امال لو انا كنت حارمك من حاجه كده ولا كده طول عمرك؟ جاتك القرف انت واخوكي. يا ساتر عليكم، ده ايه القرف اللي انا فيه ده؟